الإصلاح المالي عزم دون تردد على تجرع وصفة إصلاح هيكلة النظام المصرفي في العراق. غزة صمود ضد سياسات التهجير القسري وتساؤلات منطقية عن دور المنظمات الدولية. إذن مشاهدينا، مع كم التجارب المريرة التي وضعت النظام المصرفي والمالي في العراق بمخاطر الانهيار وعلى أقل التقديرات أفقدته الكثير من حيوية هذا القطاع وأبطأت تنميته، فأن الحكومة العراقية حاليا تتمتع بفرصة فريدة لإجراء إصلاحات هيكلية عاجلة. وفي ملفنا الثاني من الحصاد مشاهدينا، فأن غزة صاحبة إعجاز المقاومة والملقنة لجيش الاحتلال درسا لا ينساه أبدا، يعمد الكيان حاليا على الإيغال في معاناتها ودمائها من خلال زيادة جبهات استهدافها، قصف عشوائي ومحاصرة من مستلزمات الحياة الأساسية لدفع السكان نحو الهجرة القسرية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام، الخبير في الشأن المالي والاقتصادي الدكتور صفوان قصي. أهلا بكم دكتور صفوان، وأيضا الترحيب بالخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى حنتوش. أهلا بكم دكتور مصطفى. بداية دكتور صفوان، نتحدث عن الاجتماع الذي جمع رئيس مجلس الوزراء مع محافظ البنك المركزي ومدراء المصارف الحكومية لبحث تنفيذ خطة الإصلاح المالي والمصرفي. من الأساس دكتور، شنو هي طبيعة الإصلاحات المالية والإدارية أصلا اللي تخص القطاع المصرفي في العراق والمضمنة سابقا في ورقة البرنامج الحكومي؟ يعني طبعا بدي أرحب حضرتك وبالجمهور العزيز والضيف الكريم. من الواضح أن عملية النهوض بالقطاع الخاص تحتاج إلى مصادر تمويل، هذه المصادر متوفرة لدى العراقيين أكثر مما هي داخل النظام المصرفي، فمن المطلوب لهذه المصارف أن تعزز الثقة لدى الجمهور من خلال تبني سياسة أسعار الفائدة، ومن خلال إنشاء مصرف ريادة الذي من الممكن أن يساهم في تحريك سوق العمل كمساهمة من البنك المركزي والمصارف الخاصة. هناك فجوة بالتأكيد بين السياسة النقدية والسياسة المالية. عملية إعادة تأهيل النظام المصرفي الحكومي
لكي يكون صديق للتكنولوجيا. يعني لاحظنا أن المصارف الأهلية قسم منها استطاع أن يصل إلى المصارف المجهزة أو المصارف المراسلة في دولة المجهز، لكن المصارف الحكومية تحتاج بالتأكيد إلى الانفتاح، المصارف الدولية تحتاج إلى استثمار الودائع ليس في قطاع السكن وفقط وإنما في بقية القطاع، دراسة حجم السيولة المتداولة داخل النظام المصرفي والمودعة لدى العراقيين وتحريك سوق العمل من خلال الأموال. لم نشهد في السنوات السابقة مثلا تحالف مصرفي بين المصارف لتمويل مشاريع استراتيجية، مثلا طريق التنمية، إكمال ميناء الفاو، بعض المصافي، فإيجاد آلية جديدة للعلاقة بين السياسة المالية والسياسة النقدية من خلال الانتقال إلى موضوع التمويل المصرفي للمشاريع الاستراتيجية مقابل أن تقوم وزارة المالية باستئجار هذه المشاريع بعقود استئجار طويلة الأجل. طيب. عملية الشمول المالي وتوسيع دائرة الشمول المالي وكذلك عملية الانتقال إلى نظام الاعتمادات المستندية، التحوط، هناك العديد من المنتجات المصرفية يمكن أن تطرح للسوق من أجل أن يصبح المصرف بيئة جاذبة للاستثمار. بداية أنت ذكرت قضية الثقة، الثقة بالمصارف دكتور صفوان. شلون تتعزز هاي الثقة والناس حاليا تخاف تودع فلوسها بالمصارف؟ يعني بتقديري نظام التحوط الآن المصارف العراقية سواء العامة أو الخاصة لا تعمل بعقلية شراء وبيع العملات الأجنبية بالتواريخ المستقبلية، هي فقط تقوم بعملية التصريف الفوري، لكن التجار العراقيين عندما يقومون باستيراد السلع بالتأكيد يستوردوها بالآجل ويضخوها بالسوق العراقي ويجمعون الدينار العراقي ومن ثم يعيدون تسديد مستحقاتهم. فلو استطعنا فتح نافذة للتحوط من خلال المتاجر بالعملات الأجنبية بأسعار مستقبلية، البيع والشراء، يعني هناك من يرغب بالبيع بأسعار مستقبلية وهناك من يرغب بالشراء أيضا بأسعار مستقبلية، ففتح نوافذ من خلال المصارف التجارية العراقية يمكن أن يساهم في إدارة التحوط في البيئة العراقية بعيدا عن تذبذب الأسعار من المنشأ أو اختلاف أسعار الصرف. لغاية الآن لا توجد مثل هذه التقنية. تحكي دكتور إذا تسمح لي قاطعك، تحكي عن قضية معالجة سعر الصرف وتذبذب هذا السعر أو تثبيت هذا السعر من قبل السوق الموازية أو السوق السوداء وعدم تمكن البنك المركزي من السيطرة عليه ومعالجته؟ نعم، يعني العملية، يعني عملية الربط عندما يتم التجهيز لأي سلعة من المنشأ هناك عقد تجاري يجبر التاجر العراقي على تسديد المستحقات بعملة أجنبية، قيمة هذه العملة الأجنبية تخضع إلى متغيرات السوق، فنحن بحاجة إلى فتح نافذة شراء العملات الأجنبية بالمستقبل مقابل دينار عراقي بقيمة محددة وكل أنواع العملات، وكذلك إعادة بيعها إلى التجار لكي يكون لدينا نظام متوازن. أيضا موضوع تذبذب أسعار الصرف وتأثير على النظام التجاري بحاجة إلى أيضا شركات تأمين تخصصية لمعالجة التحوط، يعني هناك مثلا ودائع عراقية ودائع العراقيين بالدينار العراقي، عندما تكون هذه الودائع بالدينار العراقي ويتذبذب سعر الصرف يخسر المواطن أو يخسر المودع قيمة التغير في قيمة الدينار. فلو استطعنا ربط قيمة الودائع بدولار يوم الإيداع مقابل تعويضه في حالة التذبذب سيكون لدينا إعادة للكتلة النقدية من خارج النظام المصرفي إلى داخل النظام المصرفي. رحب بك مرة أخرى دكتور مصطفى، وهذا الاجتماع ليش كان منحصر ما بين رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ومدراء المصارف الحكومية؟ ليش أكو استثناء للمصارف الأهلية اللي هي مهمة جدا لاقتصاد كل بلد وبالعراق بها مشاكل كثيرة؟ نعم، بداية لحضرتك ونرحب بالدكتور صفوان عزيز ونرحب بمشاهدي قناتكم الأعزاء. أول شيء السيد رئيس الوزراء أحسن بهذه الخطوات اللي قام بها خلال الأيام اللي فاتت، اجتماعه مع هيئة الجمارك والمنافذ الحدودية واجتماعه مع المصارف، وأنا مجرد أنه أوصل الخبر للسوق أنه الاجتماع مع الجمارك والمنافذ قد يؤدي إلى آلية جديدة لمنع التهريب، واجتماع مع المصارف يعني لآلية سنتحدث بها بدأ السوق بالتراجع، هذا اللي احنا نتحدث به صار لنا أشهر. أنه أكو إجراءات بس تتخذ سعر الصرف ما راح يستمر بالصعود، المتوقع يستمر بالصعود إذا ظلينا على السياسة يستمر بالصعود. شنو الإجراءات أستاذ مصطفى؟ أول شيء غلق الحدود مع كردستان، هذا عملية التهريب على مصراعيه،
قاعد يسبب لنا حقيقة مشاكل كبيرة. مجرد نحط آلية جديدة مثل سيطرة الصفرة أو آلية ما معقول دكتور مصطفى. نعم. كردستان مو دولة مجاورة حتى نسد الحدود وياها. لا دولة مجاورة اعتبرها هذا الموضوع. كردستان فاتحة 21 منفذ غير رسمي تدخل بضائع وتسوي إعادة تعبئة وإعادة تغليف وتدزليها هنا على أنه منتج وطني. عندنا سيطرة كان اسمها سيطرة الصفرة تفحص الجمرك والضريبة، لغيناها قلنا يابا عيب، لا والله طلع مو عيب، طلع غلطانين احنا. اليوم انت عبر كردستان رايح جاي تهريب، فبالتالي ما قاعد نقدر نضبط الحدود. هذا اول طريقه، اذا مشينا بهذا الطريق بس وصلت خبر انه قد يكون هناك منع للتهريب اذا الدولار بالتراجم، ايش الدولار؟ غير يهرب بي؟ هذا واحد. اثنين، احنا المصارف الحكوميه هي المفروض الان عليها الدور الاكبر. نأتي على اهم مصرف اللي هو التي بي اي، مصرف التجاره العراقي. هذا المصرف رئيس الوزراء زاره منذ 7 أشهر وعاد الزياره قبل 3 أشهر، قال لهم فتحوا حسابات للتجار الصغار، فنزل التعليمات. تاجر بدون غرفة تجارة، بدون مسجل شركات، بدون رقم ضريبي، يكون فقط عنده مهنة، يجي يقدم طلب، يفتح حساب. نعم. ويحول شهرياً 100,000 دولار. هاي 100,000 دولار حقيقة يكون بعد شهر إذا كان دولة قريبة يجيب منافس، بعد شهرين دولة بعيدة، ويثبت أنه تم عملية التجارة. إلى الآن فتحت الحسابات، فعلت الحسابات، لكن أنا يتم التحويل. فأعتقد سيد رئيس الوزراء اجتمع بهم لهذا الغرض، يعني لهم ليش لحد هسه. بالإضافة إلى المصارف الأخرى اللي أعطاها أدوار من شأنها ضخ أموال للسوق من الموازنة وغيره. نعم. فالرجل سألهم وأعتقد أن أعطاهم مهلة ما زيد عن 2 أسبوع لتنفيذ الإجراءات. أسبوع أعتقد أعطاهم أسبوع، لكن نعم هذا أسبوع الوقت على أسبوعين. هذا وقت كافي، يعني صار لهم أشهر كثيرة وصار سنوات نظامنا المصرفي والمالي والاقتصادي والسياسة النقدية بها مشاكل. أسبوع راح يقدمون حلول وفقط راح يقدمون المشاكل والعقبات. التي بي آي يفتح الحسابات، يبدأ يحول للتجار الصغار، راح يشيل عن السوق السوداء كاهل كبير، راح يؤدي الى انخفاض، يمنع الحدود، يؤدي انخفاض اكبر. طيب الاشهر راحت، ليش ما قام المصرف تي بي اي بهذا الاجراء؟ يعني خلينا نقول فشل بالاداره نوعا ما، او عدم اخذ الموضوع على جديه، نزلوا التعليمات بس ما فعلوها. عموما ليش ما الزم من قبل الحكومه او البنك المركزي؟ هو قاعد البنك المركزي وهم سالهم عن الاسباب. طبعا هو اكو اعذار، نخاف على نفسنا، نخاف على تجاره الدوله، نخاف يصير عندنا عقوبات. انت من شنو خايف؟ هو تاجر صغير. نعم. وانت ضامن الحواله وضامن الفاتوره، تجيب فاتوره واكو متابعه على الموضوع، من شنو خايف؟ انت قاعد تستوعب فئه اول مره تستوعب، مو تجيب فئه تمت عقوبات عليها سابقه، لا ابدا. هذا لاول مره خطيه، فما اعتقد مبرر. زين سالتني ليش ما اكو المصارف الخاصه؟ اعتقد السيد رئيس الوزراء يجب ان يجتمع بالمصارف الخاصه قريبا. هسه انا ما عندي معلومه انه هو طالب اجتماع، بس يجب الاجتماع. ليش؟ القطاع المصرفي في العراق قاعد يتعرض الى اباده. هذه الاباده منين قاعد تجي؟ خلت تكون واضحه للمواطن الكريم. احنا بالبدايه الدوله طلبوا من عندنا اصلاحات، منع سد الحدود، منصه مع ايران وسوريا، عمليات ما نفذناها. فالبنك المركزي قال مو انا بدي اسبب هذا الموضوع، اجت عقوبات على القطاع المصرفي اليوم 21 مصرف حقيقة. طيب. شو مسويات؟ وهسه هم اكو عمليه 1/1/2024 تبقى بس بعض المصارف الاجنبيه كلها تطلع من المنصه، ولا واحد عندنا مصرف مراسل. زين زياده راس المال وخد تكون واضحه. خلال هذا الوقت العصيب تمر بين المصارف اللي كل شغلها واقف، لا تحويلات لا شغل، هي اساسا ما عندها عمليات مصرفيه الحمد لله. قاعده المصارف حقيقه في وضع متعب. تقول لهم تعالوا زيد راس مال 400 مليار، مين يجيب لك 400 مليار؟ هل هذه دعوة المصارف العراقية إلى اضمحلال أو إلى ترك أعمالها؟ حقيقة الآن من يجيب 150 مليار هذا الشغل؟ يا مصرف يقدر، أنا مو على المصارف بس، أنا أريد يبقى قطعنا المصرفي نحسن. إيه أنا ضد معايير البنك المركزي كومرس وغيرها، تعالوا خلينا نسوي معايير جديدة نصنفه من جديد، لكن أنا أضغط عليه أمام الفدرالي وأخلي الفدرالي يبطش بيه وما أدعمه وأطلب من عنده زيادة رأس مال في وقت عصيب لأي مصرف الآن ولا وكبيرة خلال سنة ونص. أنا دراسة الماجستير درست حول زياده راس المال خلال 5 سنوات، كانت النتائج كارثيه، انهيار سعر السهم، انخفاض مؤشر الربحيه، سعر السهم وصل 100 فلس هو اصلا دينار بالسوق المفروض الرسمي. نعم. زين اذا خلال سنه ونصف تعالوا زيد راس المال 150 مليار، شو راح يصير باسعار اسهم المصارف العراقيه؟ انا ضد اباده القطاع المصرفي العراقي، مع اصلاحه، مع ادخال عمليات مصرفيه. طيب. نعم، لكن ابادته وفرض عليه شروط صعبه يؤدي بالنتيجه الى ذهاب هذا القطاع الى دول مجاوره، وهذا اللي ما نريده وحقيقه غير مسموح به، ختكون واضحه امام البنك المركزي العراقي. طيب اباده قطاع عراقي مقابل قطاع اجنبي هذا غير مقبول. خلينا نرجع دكتور صفوان، المصارف الاهليه برايك ايش قد نسبه دورها، ما مدى دورها في تحقيق اصلاح القطاع المصرفي في العراق؟ الحقيقه للامانه قسم من هذه المصارف الاهليه او الخاصه
كانت خطواتها بالاستثمار بالتكنولوجيا أسرع من توجيهات البنك المركزي، لأن المؤشرات العامة بالتأكيد يعني قبل أكثر من سنتين كانت تدعو إلى ضرورة التهيئة لموضوع الانتقال إلى الشمول المالي والتعامل مع الزبائن إلكترونيا، وأن لا يقوم يعني مقدم الخدمة أو طالب الخدمة بالارتباط المباشر. فأصبحت مثل هذه المصارف تستثمر في موضوع نقل البيانات إلى السحابة الإلكترونية وتهيئة كوادرها البشرية لعملية الانتقال، وأن تنشر ثقافة التطبيقات المصرفية الإلكترونية من خلال الموبايل بانكينج. بالتأكيد مثل هذه التقنيات هي أسرع كانت من توجيهات البنك المركزي. نحتاج إلى إسناد من قبل الحكومة في هذه المرحلة. الحكومة تبنت موضوع نشر بطاقات الدفع والتسديد الإلكترونية، وتعهدت بالموازنة أنه خلال 6 أشهر أن تقوم جميع الوزارات الاتحادية بتقديم خدماتها واستحصال المبالغ إلكترونيا، يعني أن لا يكون هناك استحصال للنقود الورقية خاصة في المنافذ الحدودية. أشار الأستاذ مصطفى مثلا إلى التهريب وعملية ضبط المنافذ الحدودية. لدينا عقود تجارية، من هم التجار العراقيين؟ وزارة التجارة معنية بفحص الإجازة الاستيرادية والملحق الاقتصادي في دولة المجهز، عليه أن يراجع هذا العقد التجاري ويختم عليه ويختم على الفاتورة، ثم يتحول هذا العقد التجاري إلى اعتماد مستندي بين مصرفين، ولا بأس أن يكون هناك مصرف ضامن لهذه المعاملة، أو أن يتدخل البنك المركزي لحماية المصارف التي لا تستطيع أن تتعامل مع مصارف مراسلة في دولة المجهز لعدم إبادة القطاع المصرفي كما طالب الآن الضيف الكريم، لأن هذا قسم من هذه المصارف لا تمتلك تصنيف ائتماني يسمح لها بالتعامل المباشر مع مصارف من الفئة أي في دولة المجهز. لكن البنك المركزي من خلال أيضا الفدرالي الأمريكي يستطيع منح غطاء ائتماني مثلا بمليار دولار مليارين دولار، ويتم تجديدها شهريا، وأيضا شركة ضمان الودائع من الممكن أن تنتقل إلى الدولية لكي تضمن المصارف التي تتعامل بالاستيراد. هناك تجارب فاشلة بالمصارف الخاصة لكنها ليست يعني عامة، هناك قسم من المصارف تلكأت بإعادة أموال المودعين مما أدى إلى النظرة الخارجية السلبية. حاليا هذه الإجراءات إذا ما تم تبنيها من قبل الحكومة خاصة توسيع دائرة التعامل بالنقود الإلكترونية وإلزام الوحدات الحكومية بعدم التعامل المباشر مع يعني مستهلك الخدمة الحكومية خاصة على مستوى المنافذ الحدودية، أن تنتقل الفاتورة إلكترونيا من المجهز إلى منظومة الجمارك إلى مخازن المشتري التي يفترض أن تكون مراقبة من أجل الرقابية. طيب. لكي يكون هناك نظام تتبع للسلع ونحد من ظاهرة التهريب. وأيضا إذا ما لم يتم السيطرة على المنافذ الحدودية بإمكان الحكومة أن تتعاقد مع دول المنطقة دول الجوار للسيطرة على السلع الداخلة للعراق ومطابقتها مع المنافذ الرسمية العراقية. طيب. من أجل أن لا يكون لدينا تغيير في جنس البضاعة أو التهريب. طيب دكتور صفوان، رئيس الوزراء طلب من محافظ البنك المركزي مدراء المصارف الأهلية تقديم ورقة يشرحوا له بها الخطط اللي الإجراءات وين وصلت، الخطط الموضوعة لمعالجة كل هاي المعطيات اللي والمشاكل اللي ذكرتوها حضرتك وسيد مصطفى. لكن هذه الورقة برأي الدكتور صفوان إلى أي درجة ممكن أن تخرج ورقة مشابهة للورقة البيضاء، ورقة الكاظم اللي سوال هي وزير المالية السابق علاوي؟ لا الحقيقة يعني سيد رئيس الوزراء الآن يعني قريب من القطاعات التي تحدث بها مشاكل، يعني هو يقوم بعملية عدة اجتماعات دورية مع مستشاريه مع الجهات المرتبطة بالمشكلة المصرفية. المشكلة أن البيئة العراقية التجارية كانت بيئة دولارية بامتياز في كل القطاعات، فعملية تحويلها إلى بيئة دينارية هناك التزامات على قسم من هذه المصارف بعقود دولارية، يعني هناك قسم من الائتمان الممنوح، هناك منتوجات دولارية منحت إلى قطاعات السكن على وجه التحديد، وأصبح المواطن يسدد مستحقات الوحدة السكنية بالدولار. عندما ننتقل
بالتسديد للدينار قسم من هذه المصارف لديها التزامات دولارية تجاه مودعيها، هي ليست أموال المصرف وإنما هي أموال المودعين. فأعتقد أن الإحاطة بمثل هذه المشاكل وتدخل البنك المركزي بتوفير دولار بالسعر الرسمي إلى المصارف التي كانت لديها منتوجات دولارية مصادق عليها في الميزانية، في ميزانية هذه المصارف، يعني هي ليست معلومة مخفية، هناك قائمة مركز مالي. خلينا قاطع كذا، تسمح لي دكتور صفوان، هاي الإجراءات اللي تتحدث حضرتك دكتور مصطفى، هاي إجراءات معقولة قابلة للتطبيق، البنك المركزي ليش ما سواها؟ يعني الانتقال من النظام يعني تهريب العملة وتزوير الفواتير مباشرة إلى المنصة الإلكترونية كان يفترض على إدارة البنك المركزي السابقة أن تهيئ عملية النظام التجاري، منحت أكثر من سنتين لعملية تنظيم العلاقة التجارية مع المصارف. طيب راحت الإدارة السابقة، الإدارة الحالية يعني الوقت عندها خبرة تتعامل ويا كل هاي المشاكل المعطيات، طلعت هاي الأشهر الماضية ليش ما قدرت تحل هاي المشكلة؟ ليش عندها قرارات دائما تجريبية، تسوي القرار ورا يوم يومين تتراجع عنه؟ يعني يبدو أنه يعني عملية الإحاطة بكل هذه المشاكل السريعة والمتراكمة ضمن إدارة يعني قد يبدو أنها يعني لم تقم بكل واجباتها تجاه تحليل الطلب على الدولار في السوق غير الرسمي. نعم. إدارة كان يفترض أن تنفتح أيضا على البيئة الدولية ومتطلبات البيئة الدولية بشكل سريع. العلاقة بين وزارة المالية والبنك المركزي يبدو أنها ليست يعني بالعلاقة الإيجابية بالمطلق، عدم التكامل بين المنظومات الإلكترونية في وزارة المالية والبنك المركزي. سرقة القرن أيضا أظهرت عجز الكشف عن السرقة قبل حدوثها، فمثل هذه المؤشرات يعني نحن ندعم البنك المركزي الحقيقة في عملية إعادة التأهيل الإصلاح المصرفي، وهذا الموضوع ليس حديث، يعني ليس البرلمان الحالي والبرلمان السابق كان مكلف أيضا اللجنة المالية في عملية الإحاطة بالمشاكل المصرفية، لكن العجز في عملية المعالجة والبطء أدت إلى تراكم هذه الأزمات. هذا العجز دكتور مصطفى إذا استمر من قبل الجهات المعنية المصارف أو البنك المركزي بشكل عام وإدارته، إذا استمر هذا العجز عن معالجة كل هاي المشاكل، مو المفروض الحكومة أو البرلمان يتحرك لإيجاد معالجة؟ نعم بالتأكيد، يعني سيد رئيس الوزراء مطالب بإجراءات سريعة بشأن يعني عمل البنك المركزي العراقي وكذلك البرلمان. يعني احنا الآن البنك المركزي شلون أشبهه، يحبو في سباق الميت ميل، طبعا معروف عن سباق الميت ميل السرعة القصوى. نعم. البنك المركزي قاعد يحبو يحبو قاعد. زين يا جماعة الخير، هاي أمريكا ما يقوم ويركض، ليش باقي يحبو؟ والله هذا هو، يعني ما أعتقد أكو قيادات عندهم تقدر تقوم وتركض. ما أعتقد أكو شيء في أفكار. إحنا هذا الحكي صار لنا 8 سنين كاختصاص نحكي وياهم، يا بهاي معاييركم كمرس عملية منح شركات خاصة بال، يعني إحنا الدفع الإلكتروني يمنح للشركات ما لها علاقة بالمصارف، ترجع المصارف تشتري خدمة، خب أنت أمنح المصرف هو أمنح شركة دفع إلكتروني خليه يتنافس بيناتهم. زين هو أصلاً البنك المركزي شنو تصنيفه الائتماني العالمي العراق؟ سي موجب. زين سي موجب هذا أصلاً هو يقول خلي المصارف تفتح حسابات سيتي بنك وغيره، هو أنت أصلاً لو تروح من اعتمادك بمشكلة، يحتاج لك عمل، يحتاج لك معايير، يحتاج لك شغل. إحنا قاعد حقيقة في صراع دولي في أنظمة مالية مصرفية عالمية يعني محترقة الآن، يعني تغلو، قاعد نطبق نظام الستينات اليوم، بنك مركزي ومصارف. طيب هسه السوداني، خلينا نرجع للسوداني، رئيس الحكومه انطاهم اسبوع قدموا لي ورقه بها شنو العقبات اللي تواجهكم، شنو المشاكل، شنو اللي بديتوا بتنفيذه من ورقه البرنامج الحكومي، لكن اكد يعني وذكر في نص البيان بعد هذا الاجتماع انه يجب ان تكون المعالجات قابله للتنفيذ. سابقا ذكرنا انه كانت ورقه البيضاء للكاظمي ووزير المالية علاوي كانت متعذرة التطبيق، هي مو ورقة، كانت بند كبير من الورقة، ما يعني ما قابل للتطبيق أي ورقة منها. شنو اللي ينطي هاي الإصلاحات اللي يتم الحديث عنها حاليا أو راغبة الحكومة بتطبيقها حاليا، شنو اللي ينطيها إمكانية التطبيق؟ يعني هذه الخطوة عملية ممكنة لو لا؟ إن أكو 4 خطوات واقعا، الخطوة الأولى 5 عفوا، الخطوة الأولى عملية فتح حساب قلنا بالتي بي آي للمواطن للتجار الصغار. هاي ما تتنفذ سعر السوق يبدأ يتوازن. الخطوة الثانية منع التهريب عبر الحدود.
الخطوة الثالثة إنشاء منصة للدول المعاقبة، إيران وسوريا وبعض الدول. أنا ما أمنع التجارة عبر هذه الدول، لكن أسوي منصة يرفع عن طريق هذه المنصة دينار أو دولار، يسوق المواطن هناك أو التاجر بالتومان أو بالليرة، يجي اعتماد بالليرة، الدولار احتز عندي حول في الدول يستوردون ببضاعة. هاي المنصة كلش تأخرنا بها، وأمريكا قاعد حقيقة تضغط علينا، إذا استمر الضغط الأمريكي علينا راح نفقد حتى البحوحة الدولارية. بس مو البنك المركزي التزم بتوجيهات وضوابط البنك الفيدرالي وكل هذا يطبقها. اي كل هذا يطبقها. ليش مستمر؟ وقدمنا لهم قوائم، صفر تجارة من إيران، صفر تجارة من سوريا، صفر استيراد الذهب، صفر استيراد الكحول، صفر استيراد السكائر، وذني ب 15 مليار دولار، شو يطبقها؟ أمريكان كاشفينا وإحنا قاعد نقدم قوائم صفرية. بالنتيجة أربعة عملية بيع الدولار للصيرفات، ومن ثم الصيرفات بيع للسوق الموازي، هاي التهمة تلغي بالحجز الإلكتروني. أنت ليش تخلي الصيرفات وحدة تبيع أو ما تبيع؟ أنت اعطيتها حصة أسبوعية، الحصة هاي عليها 50 مواطن، أنا أتصل بالبنك المركزي بشعبة خاصة بالبنك المركزي، يابا أنا مسافر راح أسافر الأسبوع الجاي، أعطوني حجز أروح على الحجز آخذ من الصيرفة، إيش عندي أنا عايفة البنك المركزي؟ فالحجز الإلكتروني بدل ما يصفر رافدين والرشيد احسن، وبدل الحجز الالكتروني حتى ينهي الفساد. وعندك الخطوه الخامسه الاسطوريه هي ربط الاعتمادات والحوالات، شلون قال الدكتور صفوان، بالجمارك والضرائب. بالجمارك يعني انا افتح اعتماد الجمرك والضريبه ينحج راسا، مو بالجمرك يدفع فلوس، يروح الاعتماد الى الجمرك بنتجي بضاعه بس يطابق، ماكو فلوس بالموضوع. هاي صار لنا بيها السالفه 8-9 سنين ما يطبقوها. ليش؟ لان احنا نحول بضاعه ب 60 مليار دولار تجينا بضاعه ب 20-30، والثلاثين تروح غسيل أموال. طبعا غسيل أموال جزء منه يروح المخدرات. تدري حضرتك المخدرات بالعراق الآن أسهل طريق، لأن ماكو فلوس، بس تهريب الفلوس راح عبر الاعتمادات والحوالات. تعال يابا خلينا ننهي هذه الأزمة. فأنا أعتقد سيد رئيس الوزراء أحسن باستخدام لغة تشتغلون هسه يعني بسرعة أحسن لكم، يعني أعتقد هذه اللغة المناسبة. أما سالفة صارهم 7 أشهر زائر التي بي آي ولا دولار تحول، يعني حقيقة الموضوع غير منطقي. طيب سيد مصطفى، خل أسألك سؤال أخير. التقارير اللي تصدر من منظمة النقد الدولية عن الواقع المصرفي والمالي في العراق، هاي التقارير وأرقامها حقيقية وبعيدة عن الحقائق ومبالغ بها، وشلون يقدر العراق يستفاد من إن صح التعبير هذه الوصفات الدولية النقدية؟ نعم، تقارير صحيحة ولا بل قد تكون بها مجاملة لصالح العراق، لكن احنا بالواقع ما عندنا افصاح وشفافية. احنا حتى نافذة بيع العملة وبيع الدولار تمت حجبها. ليش يابا؟ والله يخافون ان نعرف وين تروح الدولار، تروح المصارف الاردنيه وغيرها من الامور. فبالنتيجه صندوق النقد الدولي، البنك الدولي صدر يا تقرير عنده خطا. تقرير 152 مليار دولار دين، لا هذا صحيح التقرير. احنا عندنا 75 الى 80 مليار دولار دين داخلي، عندنا 30 خارجي، وعندنا ديون حقيقه مع بعض الدول ايفولت يعني الامارات وغيرها بحربنا السابقه مع الجمهوريه الاسلاميه مع ايران. هاي الى اليوم الاعتماد مفتوح من الرافدين والرشيد، وبسبب ان الرافدين والرشيد بلاك ليست ما قادر يصفين، ما قادر يفتح حساب في سيتي بنك. اكبر مصارف الشرق الاوسط من الرافدين والرشيد بسبب هذه الديون. فتقارير صحيحه، يجي المستشار العراقي يجي يفصلهم بطريقه اخرى حتى يبين للمواطن لا والله غلط، لا صحيحه 100%. وعلى فكره هاي التقارير قاعد نصنف على اساسها عالميا. اذا هي غلط خلي يروحون يقولون للمجتمع الدولي غلط، تعال نزلنا صعدنا سوينا بيه بدل ما احنا نسيب التصنيف الائتماني. يعني تقارير صندوق النقد الدولي وبنك الدولي صحيحه 100%، لا وبل بيها في بعض الاحيان مجامله. احنا في وضع لازم نبني اقتصاد، نترك عمليه الحقيقه يعني تجميل الصوره. احنا واضح العمليه عندنا يعني اموال كثيره قاعد تدخل الدوله قاعد تم سرقتها، كون هاي الاموال يوجهها نحو تنميه القطاع الخاص ونبني بلدنا. ليش؟ يعني سنويا قاعد يزيد العراق مليون، سنويا يدخل سوق العمل 350 ألف، هذا ما يتناسب ويا حجم الفساد الحالي، لازم نقلله نضغطه، لازم نبني قطاع خاص عن طريق منع الفساد. الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى حنتوش، كنت ضيفا كريما، شكرا لك وشكرا جزيلا لكم. الخبير في الشان المالي والاقتصادي الدكتور صفوان قصاي، شكرا لكم دكتور. إذن مشاهدينا ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر من الحصاد وأبرز ما فيه. أسري لسكان غزة نكبة متجددة وتساؤلات منطقية عن دور المنظمات الدولية.
أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن هذا الملف وطوفان الأقصى نرحب سوية بضيفنا الكريم الخبير الأمني السيد عدنان الكناني. أهلا بكم سيد عدنان. حياك الله وحيا جمهورك الكريم وحيا الله كادر قناتكم المحترم. بداية سيد عدنان، القصف الإسرائيلي مستمر على قطاع غزة لليوم العاشر على التوالي، برأيك إلى أين تريد إسرائيل أن تصل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني اليوم حينما تنتهك الحرمات، والكيان الصهيوني وطبعا ضليع بانتهاك الحرمات، لكنه حينما يعلن هذا بالعلن وبالتالي يكذب ويكذب بوقاحة أمام التلفزة العالمية وأمام الفضائيات وأمام الإعلام العالمي سواء كان المقري أو المسموع أو المرئي، وأبسطها حينما يظهر صورة كلب محروق ويدعي هذا النتن على أن هذا هو طفل صهيوني قد تم حرقه من قبل أبطال المقاومة، وبعدها يقوم أحد الإعلاميين الأوروبيين بتكذيب هذا الخبر وإعلان وإيضاح وحتى عرض هذه الصورة لهذا الكلب قبل أن يحرقه وبعدما حرق. بالتالي يعني إعلام المضلل، وبالتالي الذهاب باتجاه انتهاك الحرمات وقصف المدنيين والتأثير على البنى التحتية ومستشفيات الأطفال وقطع المياه، هذا معناته أنه خسر الحرب. خسر الحرب باتجاهين، باتجاه الأول خسرها كعسكريا، وهذا ما يزيد المقاومة أصرار وأقدام على المقاومة وعلى القتل أو على القتال، وأيضا يزيد الجيش الإسرائيلي انكسار وإهانة ومذلة. فبالتالي انتهاك الحرمات للمدنيين والآمنين والأطفال وكبار السن ومحاربتهم بحتى وسائل العيش من قطع المياه وقطع الأرزاق، هذا معناته أن هناك انكسار واضح للكيان الصهيوني في هذه المعركة، وإن شاء الله يخسرون الحرب. يعني نتحدث الآن عن معركة لكن الحرب لم تبدأ، يعني هناك صولات وهناك جولات لأبطال المقاومة وهناك معارك يخوضونها هنا وهنالك، لكن أقول الحرب الحقيقية يمهد لها ولم تبدأ لحد الآن. الحرب الحقيقية ستبدأ حينما تشترك كل مفاصل المقاومة، وهنا طيب. ستكون حربا حقيقية للمسلمين وللعرب وللمقاومين وللشرفاء وللأحرار ضد الكيان الصهيوني الغاشم. طيب، اليوم إسرائيل تدفع سكان غزة للنزوح وإخلاء هذه المناطق السكنية، لكن شنو دلالات هذه الأهمية الاستراتيجية والعسكرية والأمنية بالنسبة للاحتلال الصهيوني؟ سيد الكريم، اليوم يضغطون على الآمنين في غزة، وبالتالي يحاولون أن يروجون إعلاميا على أن هنالك انتصارات كبيرة للجيش الإسرائيلي ووجود حاملة الطائرات الأمريكية، ويلوحون على أن هنالك قوة عظمى جبارة عالمية ممكن أن تسند الكيان الصهيوني، وبالتالي هذا يعتبروها هي استثمار بالأزمة، لذلك يحاولون استغلالها الاستغلال الأمثل، ويحاولون إخراج الفلسطينيين من أرضهم المحتلة وتفعيل ما يقال له قبل سنين اللي هي صفقة القرن التي أتى بها الرئيس الأمريكي الأكبر السابق اللي هو ترامب، وحينما قال أن هنالك صفقة ويراد أن يروج لخروج الفلسطينيين من أراضيهم، وتحدث عن موضوع أن هنالك صندوق لإسكان الفلسطينيين، وتحدث أيضا عن اتفاق أو شبه اتفاق تم على أنه إسكان جزء من الفلسطينيين في صحراء سيناء والجزء الآخر في خور الأردن والجزء الثالث في صحراء الأنبار العراقي. هذا الحديث قبل 4 سنوات تقريبا. طيب. وروج له خلال أشهر بسيطة ثم تم السكوت عنه. فإسرائيل يعني استثمرت هذه المعطيات وهذه المستجدات، وفعلا ذهب وزير الخارجية الأمريكي إلى السيسي الرئيس المصري وطرح هذا الموضوع مع معارضة شديدة من مصر، لكن موقف مصر من موضوعات التهجير مو تشوفوا أساسي وحاسم في هذه المرحلة لمواجهة هذا التهجير؟ يعني الآن يحاولون البعض استثمار، وأنا قلت أنه الاستثمار في الأزمة، يحاولون البعض إخراج وكأنه المنقذين للشعب الفلسطيني، وهي الحقيقة هي عملية تآمر على فلسطين وعلى العروبة وعلى الأرض العربية، لأنه الكيان الصهيوني يستثمر ورقة اللا عودة. الفلسطيني الذي يخرج من أرض فلسطين ليس له الحق بالعودة إلى أرض فلسطين، لذلك ما يسمى عرب 48 هؤلاء الذين بقوا بالأرض المحتلة ولم يخرجوا من أراضيهم ولم يحاولوا الخروج نهائيا من أراضيهم، أما الذين استبعدوا وأخرجوا من أراضيهم وذهبوا باتجاه الأردن وقسم باتجاه العراق وقسم باتجاهات الدول الأوروبية حتى جنسية ثانية لم يمنحوا، رغم أنه القسم ولد الأب والابن والحفيد في يعني سواء كان في العراق أو في أي دولة أخرى من دول عربية، لكنهم لم يمنحوا الجنسية،
وبقوا على الجنسية الفلسطينية، وهذا اللي أسببان. السبب الأول إذا غير جناسهم ربما سيعودون بأسماء أخرى إلى أرض فلسطين، وهذا ما لا ترغب به إسرائيل ولا الكيان الصهيوني. والآخر كي يشخصوا أنه يبقون تحت المراقبة الشديدة بخصوص فيما يخص أنهم فلسطينيون ومتواجدين في أحياء معينة محصورة ومراقبة مخابراتية لخدمة الكيان الصهيوني. خلينا نرجع سيد كامل إلى قضية المجتمع الدولي والغربي تحديدا. كان عنده دعم كبير وواضح للكيان الإسرائيلي، وهذا الدعم أعطى ضوء أخضر للكيان للإيغال بالدم الفلسطيني، لكن كيف ممكن أن يتعامل المجتمع الغربي مع هذا التهجير الممنهج حاليا من قبل الكيان بحق الفلسطينيين؟ ممكن أن يعتبر جريمة حرب كما ينص القانون لو راح يغض الطرف عنه؟ شوف عزيزي، أولا بعض الدول الأوروبية التي تدعي الديمقراطية وتدعي حريات الإنسان تتعامل يعني بوجهان، وجه فيما يخص شعوبهم يتعاملون ويتحركون وفق القوانين التي سنوها لأنفسهم، لكنه بالمقابل مع البعض يتعاملون بقباحة وبأدية وبتعالي كبير جدا. وأساس الاستعباد هو بدعين بدأ في أوروبا وأمريكا، العبيد ما يسمى العبيد طبعا المكون الأسمر البشرة الذين استعبدتهم الولايات المتحدة الأمريكية، وهنالك أحاديث كبيرة وهنالك حروب كبيرة وهنالك نزعات إلى حد فترة قريبة جدا كان هنالك ما يسمى التمييز العنصري. لذلك نقول أنه الحريات الزائفة لهذه الدول هي تتعامل بوجهان، يعني وجه الكيان الصهيوني الغاصب الذي احتل أرضا عربية ويحاول تهجير شعبها من أراضيه ويستخدم أبشع أنواع الظلم والابتزاز يعامل وكأنه يعني هو المظلوم، والشعب الفلسطيني الذي يهان ويذل وتستخدم ضده كل المحرمات الدولية حتى الأسلحة المجرمة دوليا، الأسلحة الفسفورية والحارقة التي استخدمها الكيان الصهيوني من 3-4 أيام وأعلن عنها وصورت تماما، وبالتالي العالم كله شاهده ولم يكلف نفسه أحد بأن هذه الأسلحة مجرمة دوليا ولا يجوز استخدامها في مثل هكذا حروب، رغم أنها استخدمت ضد المدنيين الآملين، ما استخدمت في معركة ولا استخدمت في حرب ولا استخدمت ضد قطعات عسكرية، وأنها استخدمت على أحياء سكنية وعلى آمنين ضمن قطاع غزة. السياج العازل الذي بني قبل فترة واستخدام أنه هذا التمييز أيضا العنصري نقول عنه، حينما يسجن شعب كامل بمسافة 2 مليون نسمة بمسافة 360 كيلو بسياج عازل، هذا معناته انه سجن لشعب كامل يعني في قاطع. خلينا نطلع على الرأي القانوني، وينضمنا عبر الهاتف ايضا ضيفا كريما استاذ القانون الدستوري الدكتور وائل البياتي. اهلا بكم دكتور وائل، اود ان اسالك عن جوانب قانونية بهذه القضية وموضوعة التهجير القسري الذي تمارسه اسرائيل على اهالي غزة، هل هو جريمة حرب ممكن أن تتم محاسبة الكيان عليه؟ لو بإمكان المحكمة الدولية والمجتمع الدولي أن يغض الطرف عن هذا الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في البداية أحييك وأحيي مشاهدي القناة الكرام وضيفك الكريم. واقعاً إن الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني طيلة الأيام الماضية ضد المدنيين العزل في أرضنا في فلسطين الحبيبة لا يشكل جريمة حرب وانتهاك لكل قواعد القانون الدولي العرفية وقواعد القانون الدولي الإنساني وكل النواميس والقواعد الإنسانية، حيث أن العمليات العسكرية في طيلة الفترة الماضية كانت تستهدف الأعيان المدنية دون مراعاة لمسألة التناسب أو الضرورة العسكرية، لا بل كانت عبارة عن جرائم ممنهجة تستهدف المدنيين بشكل مباشر وبشكل عشوائي، وأحيانا تستهدف القصاص منه في عملية انتقامية تشكل خروجا على قواعد الحرب المنظمة وفقا لأحكام قانون الدولي الإنساني وخروجا على اتفاقيات جنيف التي تمنع مسألة إدخال أو حرمان الأفراد من الحماية في الحالات العسكرية، لا بل وصل الأمر إلى مسألة فرض الحصار على كتلة بشرية متكاملة يزيد عددها على 2 مليون نسمة دون أن يكون هناك مبررا، خصوصا مع قطع كافة سبل العيش عنهم من ماء وكهرباء ووسائل غذاء ووسائل علاج. هذا يعتبر من جرائم الحرب المجرمة وفقا لأحكام القانون الدولي الجنائي،
والتي ينبغي الضغط على المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة بشكل أساسي ومجلس الأمن لاتخاذ دوره في الحفاظ على السلم. طيب لكن دكتور وائل إذا تسمح لي، إذا كانت هذه جريمة بهذا المستوى من الخطورة، شلون تحصل دعم غربي ودولي ومن الولايات المتحدة ووساطات لنقلهم إلى سيناء إلى مصر؟ واقعا أنه للأسف بعض قواعد التعامل الدولي تكيل بمكيالين، من خلال غض الطرف عن الجرائم التي ترتكبها القوات الصهيونية في قبال تضخيم وتعظيم العمليات الحربية التي قامت بها المقاومة الإسلامية حركة حماس والقوات المؤتلفة معها بتشبيه للحقيقة على أرض الواقع. هذا للأسف الدفع باتجاه التهجير القسري للساكنين وإبعاد الإنسان عن موطنه الأصلي وحرمانه من حرية التنقل يشكل جريمة من الجرائم التي نص عليها النظام الأساسي لمحكمة الجنائية الدولية في روما، وهذا كما قلت يقتضي تدخلا من مجلس الأمن بإحالة الموضوع إلى المدعي العام في المحكمة لإجراء التحقيقات لهذه الجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين في غزة، خصوصا وأن هناك تصريحا صريحا من وزير الدفاع كيان الصهيوني والذي وصفته المنظمات الحقوقية الدولية بأنه تصريح مقزز وأنه إعلان حرب وإبادة ضد المدنيين الفلسطينيين. فكان ينبغي أن يتم الضغط على المنظمة الدولية ومجلس الأمن لاتخاذ دوره الحاسم في مثل هكذا أمر. طيب. والحفاظ على حياة المدنيين. أستاذ القانون الدستوري في الجامعة المستنصرة دكتور وائل البياتي، شكرا لك، كنت ضيفا كريما. أرجع لك سيد عدنان، إسرائيل نفت مؤخرا تصريحاتها اللي تقول على سكان غزة الهجرة مؤقتا إلى سيناء، لكن أعمال العنف والحصار والإغال بالقتل والترهيب ما يعتبر رسالة واضحة لتأكيد ما نفته تل أبيب؟ الإغال بالقتل والترهيب هذا مو راح يدفع سكان أي بلد إلى الهجرة؟ شوف عزيزي، أولا لا نصدق أبدا بما يقوله الكيان الصهيوني في مجال حقوق الإنسان. المقاومة الفلسطينية طلبت فتح معبر آمن مع سيناء مع دولة مصر عبر رفح وكي يعالج الجرحى ويعالج أصحاب الحالات الخاصة، ربما كبار السن وربما المصابين بإصابات شديدة لا يستطيعون المعالجة داخل غزة. لذلك طالبوا فتح معبر آمن لمعالجة الحالات الطارئة وأيضا دخول بعض الأساسيات الحياة، يعني سواء كان ماء أو غذاء مهم جدا، ممكن لأنه الخزين الاستراتيجي في غزة قد نفت والمياه أصبحت اليوم هنالك أزمة كبيرة جدا بمياه الشرب. لذلك نقول أنه أخواننا وأبناؤنا و خواتنا وبناتنا وأمهاتنا وعزيزاتنا في فلسطين المحتلة اليوم يعانون الأمرين في هذا المجال، وهذه أبسط مقومات الحياة. يعني هنالك عملية إبادة جماعية لشعب آمن محتل أرضه ومغتصب خيراته وثرواته، وأيضا فوق كل هذا يقتل قتلا جماعيا. لذلك نقول المقاومة طلبت بفتح معبر آمن لحالات إنسانية ولم يطالبوا بخروج الفلسطينيين من أرضهم باتجاه سيناء إلا الحالات الاستثنائية الإنسانية فقط. أما كان هنالك مقترح من قبل مصر ويراد أن يروج له، وهذا المقترح كان من قبل السيسي، يبدو أن هنالك تناغم مع الكيان الصهيوني بهذا المجال. وهنا في هذه الجزية لا أتهم الشعب المصري أبدا والله، لأني أعول كثيرا على مصر العروبة وعلى الشعب المصري الأبي الذي لن يكون هنالك تهاون في مجال اقتصاد الأرض العربية والسكوت عن الأرض العربية حينما تنتهك الحرمات. لكن نتحدث عن بعض الحكام الذين ارتموا بالحضن، اقترحوا على أنه تجعل سيناء كأرض بديلة بالوقت الحاضر وأخراجهم من غزة كحالات إنسانية للجميع. وهنا أتحدث عن الفلسطينيين الساكنين في غزة، أخراجهم باتجاه عبر معبر رفحة باتجاه سيناء. لكن الرئيس المصري رفض هذا المقترح. لا ابدا، هاي الموضوع مناوره بالحديث، يعني هو مقترح اسرائيلي وكان هنالك، لكن ادعى انه كان هنالك اتفاق على انه يفتح معبر رفحه
كمعبر آمن لنقل الحالات الإنسانية، والكيان الصهيوني قد نقض ذلك. طيب، وطلب إخراج الفلسطينيين، يعني وضغط كبير على الغزيين وحالة إنسانية صعبة جدا، هذه بالتالي ربما تدفعهم إلى يعني الهجرة إلى سيناء بدون رغبة حتى مصر. لكن شلون مصر تقدر تمنع هذا التهجير؟ إذا دخلت مساعدات مثلا إلى غزة، ممكن أن تقلص فرص ومخاطر التهجير القسري؟ يعني أنا أثق تماما وأقولها، وأنا كل ثقة أنه الشعب المصري الشقيق فيما إذا كان حالات تستوجب أن يفتح البيوت لأهالي غزة لإيوائهم داخل الأراضي المصرية سيكون هذا، ولن يترددوا ولا لحظة واحدة. لكن كانت بعض الأمور التي قد تمرر على الشعب المصري وعلى الشعب الفلسطيني في آن واحد، فربما تكون هنالك أو يكون هنالك على عملية تآمر على الشعب العربي الفلسطيني، نعم، وتظهر باتجاه نوايا حسنة، والحقيقة هي نوايا مبيتة لإخلاء فلسطين من عرضها وشعبها وتسليمها. مثل ما صار سابقا، والمصري يعني الذين انتشر الفلسطينيين إلى أرض الشتات بالعراق وبالأردن وفي سوريا وأغلب دول العالم. أحسنت، وهذا مشروع يعني تحدثنا عنه وتحدث به الرئيس الأمريكي السابق حينما قال إن هنالك ما يسمى صفقة القرن، مو سرقة القرن. على سرقة القرن جاءت على هذه التسمية التي سبقت قبل أربع سنوات، كان ما يسمى صفقة القرن، والتي خصص بموجبها بحدود $50 مليار كاسم تحت مسمى أنه صندوق إسكان الفلسطينيين. وكان هنالك نوايا مثل ما قلت لك أنه يسكنون بعض الفلسطينيين في صحراء سيناء وفي خور الأردن وكذلك في صحراء أنبار العراقية، وكان هنالك شبه اتفاق مع بعض السياسيين على هذا الأساس. لكن أعتقد يعني ربما الموضوع روج له إعلاميا، طيب، كي يقيسوا ردود، طيب، الأفعال وبعدها ربما، طيب، يكون. سؤال أخير، جرائم التهجير سيد كامل قانونيا ما تسقط بتقادم الزمن، من الأساس الكيان الصهيوني ما تمت محاسبته؟ ليش ما تمت محاسبته عن التهجير السابق؟ يعني أولا من يحاسب هو مجلس الأمن الدولي وهيئة الأمم المتحدة، وهيئة الأمم المتحدة اعترفت بالكيان الصهيوني كدولة ضمن هيئة الأمم المتحدة، وهذا نقض يعني كل المواثيق الإنسانية. بلد يحتل، وبالتالي البلد المحتل والكيان الذي جمع شتاته وفتاته من جميع أنحاء العالم يحتل هذا البلد الآمن ويهجر أهله، ثم يسمح له أن يكون مسجلا في هيئة الأمم المتحدة كدولة. هذا أعتقد يعني هذا أبسط دليل على أن هنالك بما يقال أن الكيل بمكيالين ضد الحقوق الفلسطينية، وبالمقابل التسامح على التجاوزات الصهيونية بحق العرب والعروبة والفلسطينيين والانتهاكات الإسرائيلية التي يقوم بها الكيان الصهيوني على شعب فلسطين، هنالك من يغض النظر عنها. طيب، الشكر جزيل لكم الخبير الأمني سيد عدنان الكناني، كنت ضيفا كريما، شكرا لك، وشكر موصول لكم مشاهدينا. إلى هنا وصلنا وإياكم وضيوفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.